هل هذا يصدق؟ هذه الإعلانات الإبداعية أبهرت الكثيرين. في هذا العصر أصبح التسويق لمنتج ما سهل وسريع، وله أشكال عديدة، فيمكن أن يكون في شكل إعلان مطبوع أو إعلان رقمي، وغير ذلك من الأشكال التي نراها ونعرفها. وهذه المرة سوف نناقش مجموعة من الإعلانات المدهشة ذات الأفكار الإبداعية التي لم يسبق إليها أحد من قبل. هيا بنا نتعرف عليها معاً، ولكن قبل البدء لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعار ليصلكم كل ما هو جديد. أماكن استحمام سبرايت. من منكم لا يعرف هذا المشروب الغازي يا شباب؟ بالتأكيد تعرفونه كلكم. قامت شركة سبرايت بوضع مكان استحمام على الشاطئ، ولكنه ليس بمياه غازية يا شباب، بل هو ماء عادي للاستحمام، ولكنه يشبه في نزوله المياه الغازية الخاصة بشركة سبرايت. أول مرة تم فعل هذا الأمر كان في أحد شواطئ البرازيل. هل يوجد أحد يريد أن يستحم هناك؟ العلكة. في الواقع يوجد الكثير من الناس الذين يحبون مضغ العلكة بسبب طعمها، فقامت أوربت بعمل إعلان مبدع جدا للعلكة بالنمسا. شاهدوا هذا الإعلان. فهذا الإعلان يظهر به شخص يفتح فمه على آخره ويخرج منه نفس عبارة عن هواء بارد، والغرض من الإعلان أنك تستطيع أن تتنفس بحرية بدون خجل من رائحة الفم. وقاموا بوضع الإعلان بالقرب من المناطق الجليدية في النمسا. فيديكس كونكوس، أحد الشركات الكبيرة بالولايات المتحدة الأمريكية المتخصصة في صناعة أدوات المكتبات، قامت بعمل إعلانات للأدوات المكتبية بفكرة إبداعية. فقاموا بوضع قلم كبير وكأنه يقوم بتلوين الأرصفة، وكذلك بوضع حبر تصحيح الأخطاء الكتابية في الطريق، وكأن المقصود منه أنهم باستخدام هذا الحبر قاموا بتخطيط الطريق لعبور المشاة. إعلان مطعم. نسمع كثيراً عن الأشخاص النباتيين الذين لا يأكلون الحيوانات، أليس كذلك؟ قام أحد المطاعم الخاصة بالنباتيين بعمل إعلان إبداعي. هذا المطعم يسمى تيبتس، والموجود بسويسرا. فلقد قاموا بوضع شوكة طعام كبيرة على جذع شجرة حتى تبدو من بعيد وكأنها بروكلي أو خضروات جاهزة للأكل. شفرة حلاقة. يوجد أحد إعلانات لشفرة الحلاقة يمكن أن يقال أنه فريد ومبدع يا شباب. قامت شركة شفرة الحلاقة مارتو الألمانية بعمل شفرة حلاقة كبيرة جدا، والإبداع هنا في أنهم قاموا بوضع نماذج لطيور بلاستيكية مقسومة لنصفين أسفل شفرة الحلاقة، ويعنون بذلك أن الشفرات قوية وحادة جداً حتى أنها تستطيع أن تقطع الطيور نصفين. إعلان حليب لشركة أناندو ميلك. لتحفيز الأطفال لكي يشربوا حليباً أكثر، يوجد أحد الإعلانات المبدعة في هذا المجال أيضاً، وكان الغرض منه أنهم يستهدفون الأطفال الذين يريدون أن يظهروا أقوياء مثل الأبطال العظماء، فقاموا بوضع إعلان في أحد المدن عبارة عن صورة مبنى وأن صبياً يستطيع تحريك جزء من المبنى بسبب شربه لهذا اللبن، وهذا الإعلان موجود بالهند. نايك. هل منكم من يحب أن يرتدي حذاءً من نايك؟ هذا الإعلان لشركة نايك يعد إعلاناً مبدعاً أيضاً. قاموا بعمل إعلان وبه لاعب يرتدي حذاءً من نايك، وقام بشوط الكرة بحذائه حتى طارت هذه الكرة وقامت بتدمير سيارة. وأيضاً تظهر في إعلان آخر كرة ضخمة تدمر أحد الأعمدة. مكرونة. وضع إعلان في مكان مميز يعد أمراً هاماً. وضع إعلان في مكان مميز يعد أمراً هاماً، وكما هو الحال معنا في إعلان المكرونة هذا، قامت أحد الشركات بالانتفاع بأحد الموانئ البحرية حتى يعلنوا عن منتجاتهم. فقاموا برسم صورة كبيرة لشخص على سفينة وهو يأكل المعكرونة، والمعكرونة في الواقع هي عبارة عن الحبل الذي تربط به السفينة، فيبدو أن هذا الشخص وكأنه يأكل المعكرونة. حلاقة شعر الأنف. في الشوارع الرئيسية الكبيرة تكون هدفاً لكثير من الشركات لوضع إعلاناتها فيها، لأنها يمر منها كثير من الناس وتكون أماكنها استراتيجية جداً. شاهدوا هذا الإعلان الذي قامت به باناسونيك، فلقد قاموا باستغلال أسلاك الكهرباء في عمل إعلان لآلة حلاقة شعر الأنف، وعندما ترى هذه الأسلاك ستبدو كأنها شعر طويل للأنف. صالة كمال أجسام جيم. الإعلان السابق كان بالاستفادة بالأسلاك الكهربائية، أما هذا الإعلان استغل أحد المباني التي تبنى أمام أحد صالات كمال الأجسام، فقاموا باستخدام أدوات البناء في تصوير هذا الإعلان،
فمثل هذه الآلة التي يتم جذبها باليد قاموا بوضعها على الإعلان. عظيم جداً أليس كذلك؟ هذه كانت أكثر إعلانات إبداعية قامت بها الشركات. لا تنسوا أن تخبرونا عن رأيكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب والمشاركة. شكراً لكم.